عارف ايه المشكله الحقيقيه يا هدرس؟ ايه يا سيدوني؟ ايه المشكله؟ انا هتدنن، انا طول الليل عمال افكر ايه المشكله يا هدرس؟ ايه المشكله؟ الشكوك لعبت بيا يا سيدوني. ريحني يا سيدوني، قول لي ايه هي المشكله؟ اوفر جدي. وفي ايه يا سيدوني؟ ولا كده عاجبك ولا كده عاجبك؟ اعمل لك ايه؟ اه لا كده عاجبني ولا كده عاجبني؟ امال اعمل ايه؟ تقول انا بقول لك وبس. ايه؟ ايه؟ ماشي يا سيدوني. ايه؟ ماشي اتفضل. عارف ايه المشكله الحقيقيه يا هدرس؟ ايه؟ الدعايه. خلاص كده؟ اه هي كلمة واحدة؟ اه يعني كل الحرج اللي حرجناها دي وكلمة واحدة هي المشكلة؟ كلمة بالنسبة لك عشان أنت جاهل، إنما دي وراها حاجات كتيرة. الكلمة دي الناس بتدرسها في 6 سنين. طب ما احنا عملنا دعاية يا سيدوني، لفينا على كل إشارات المرور، حدفنا الكروت على الناس في العربيات، بقت الناس تقفل الجزاز، قسمنا نفسنا فريقين، فريق يحدف الناس بالطوب ويكسر الجزاز، وفريق يحدف الكروت على طول. يا ريت حصلت دعاية سلبية، دي دعاية جنائية، بدل الجهاز هيجي لنا الحكومة. وهي دي حاجة تفوتني يا سيدوني؟ احنا ما كتبناش على الكروت ولا اسم الدم ولا عنوان الدم. يخرب بيتك، امال كاتب ايه؟ كتبنا اذهب الى الدم حالا. هو حكم في بنك الحظ يا ابني؟ هو حكم. وطبعا كاتبها بالدال. لا كتبتها بحرف الدي، ما انا كاتبها بالانجليزي. دم؟ اذهبوا الى الدم؟ يروحوا للظلمه؟ الظلام؟ الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك.